السلام عليكم. واجهة الواني اي 6 وقائمة بأول هواتف سامسونج التي سوف تحصل على هذا النظام الرائع، أول هواتف التي ستحصل على تحديث سامسونج واني اي 6. كل هذا وأكثر سوف تشاهدون إن شاء الله في هذا الفيديو، دعمكم أصدقائي. تستعد شركة سامسونج خلال الأشهر المقبلة لإطلاق واجهة الواني اي 6 أحدث واجهة لها على إطلاق، والتي ستتوفر بالتزامن مع إطلاق تحديث أندرويد 14 كما عرفنا سابقا. واجهة الواني اي 6، قد بدأت شركة جوجل بالفعل في تطوير أندرويد 14 وإطلاق النسخ التجريبية، وسيكون بحلول الشهر المقبل على يعني تقريبا سوف يكون إن شاء الله بين شهر 5 و6. ومن الجدير بالذكر أن سامسونج لن تشارك في اختبار نظام الأندرويد 14 النسخة التجريبية، وذلك لأنها تعلم بشكل مستقبل أو يعني شكل مستقبلي على الواجهة الخاصة بالواني اي 6. ومن الممكن أن يتم إطلاق نظام الأندرويد 14 في غشت المقبل، ومن المتوقع أن تطلق سامسونج واجهتها الجديدة بنفس الموعد تقريبا. وإليكم أول الأجهزة من سامسونج التي ستحصل على الواني اي 6: الجالكسي زي فولد 5 والجالكسي زي فليب 5. ولم تطلق سامسونج هذين الجهازين بعد، ومن المتوقع أن يتم إطلاقهما في غشت المقبل. الزي فولد 4 والزي فليب 4 والزي فولد 3 والزي فليب 3، الاس 23 والاس 23 بلس والاس 23 الترا، الاس 22 والاس 22 بلس والاس 22 الترا، الاس 21 والاس 21 بلس والاس 21 الترا، الاي 53 والاي 54 والاي 34، وغير مؤكد، ربما سوف نشاهد ان شاء الله كل هذا في فيديوهات قادمة. ومن الجدير بالذكر ان سامسونج بدأت عام 2023 بإزاحة الستار عن الواني اي 5.1 في أوائل فبراير الماضي، وفي غضون أسابيع قليلة تم إطلاق التحديث إلى أجهزة الجالكسي S22 والS21 والS20. ومن المتوقع أنه في غشت المقبل في حدث سامسونج للكشف عن أجهزتها أو أجهزتها القابلة للطي، ستكشف عن واجهة الواني UI 5.1.1 المستندة إلى أندرويد 13 مع بعض التعديلات والتحسينات للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة تحديدا. وفي وقت لاحق من هذا العام وتحديدا في الربع الأخير للعام، فإنها ستكشف عن واجهة سامسونج واني اي 6. هل تتوقع أن تحصل أو أن يحصل هاتفك على التحديث الجديد إن شاء الله مع الهواتف الأولى؟ شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.